السلام عليكم، تبارك الله عليكم. خصنا تشوفوا هذا بيس النعاس، غرفة النوم يعني طويلة تبارك الله، فيها 7 متر طول على 3. منا لو واحد ديكور مهم، شي حاجة اللي عايشة فيها تجي شي حاجة زويبنا فيها الراس ديال الفراش. وكذلك هنا عملنا الجوانكرو كشريدو زائد الليد، داك الليد دخلنا كما كتشوفو كاش منه، دخلنا بها هداك لحقاش عندنا تما واحد الطوبو ديال الكليماتيزور اللي هو هذا كتشوفو، هذا خارج تما اضطرينا نعملو له داك الصندوق ندخلو هايدا باش كتلصق ديك الطابة من تحت، كتلصق في البلافو كتجي ديكور. وهنايا كاين واحد ديكور عايجي فيها الليد مدوبل. كما قلنا عندنا راس الفراس ديكور غتكون دورة، هاهي الراسية الدورة الثانية، وهاد الدورة هي اللي غتكون مشروفة. هاد الدورة هادي فيها 1.30 متر، 1.30 متر كما كتشوفو، هاهي دورناها ومشات غتشرك حتى مع هادي. فهاد الدورة هادي غتجي مع راس الفراش، هادي كاملة غتجي ديك. وكاينة وحدة أخرى ثانية، كاينة دورة معنا غتجي غير تما، وهاد الدورة هادي اللي غتجي وغتمشي هاهي كما كتشوفو هنا مدوبلة، جوج مرات مدوبلة وكتمشي هيدا. وعندنا الدورة ديال راس الفراش، وعندنا زعما غادي هنايا غادي نعملو واحد الدورة فيها 5 و5، 55 غندورو. هادي فيها 55، كندورو نص دورة الفوق ونص دورة لتحت، هاهي نص دورة لتحت. وعندنا نص دورة الفوق، هنا عجي بحال هاد اللي عملنا كيرة، عجي واحدة في السمنة صغيرة، هذا يجي خارج وعجب يطلع وعجب هذا الكل مشاهدك يجي فيهم بالضبط. هذه هي الدورة اللي غادي يخدمو فيها بيس الناس.
تلاحظوا هذا واحد كيشوف من داخل واحد كيشوف من برا، هذا اللي هذا كيشوف على برا يكون الاضاءه ديالو على برا، الاخر منا كيشوف من داخل. هذه حتى هي فيها الليد